السلام عليكم من قناة شبيبة. موجز عمان اليوم وليكم أبرز العناوين. تفضل حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة أبقاه الله فأنعم على عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني. وزارة الصحة تحتفل اليوم بتخريج الأفواج الجديدة من طلبة وطالبات المعاهد التعليمية التابعة للوزارة بمحافظة مسقط. نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية بشمال الشرقية خطة التمرين التدريبي الأول لإصابات الحشود لمعرفة مدى الاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة جراء الحوادث المختلفة. تحتفل الهيئة العامة للطيران المدني اليوم بافتتاح مركز مسقط للمراقبة الجوية الجديد الذي يعد الأحدث والأكثر تطوراً في العالم من حيث الأنظمة والبرامج المستخدمة. تستضيف ساحة الاستعراض بالجمعية العمانية للسيارات اليوم وغداً الجولة الأولى من بطولة ملك الصحراء للإنجراف بمشاركة أكثر من 30 متسابقاً من داخل السلطنة وخارجها. نبقى الآن مع النشر الجوي المتوقعة ومواقيت الصلاة ليوم الغد. هذه كانت أبرز العناوين لهذا اليوم. للمزيد من التفاصيل زورونا على شبيبة.com. إلى اللقاء.